بعد بقى ما سمعنا الحدوته الحلوه بتاعت يحيى وكنوز، من اكتر الحاجات اللي بحبها في رحلاتنا هي المطبخ بتاعنا. ايه رايكم في المطبخ بتاعنا يا بنات؟ حلو جميل. طب انتوا اصلا بتحبوا المطبخ؟ اه. بتساعدوا ماما في المطبخ؟ طبعا. بجد بتعرفوا تعملوا حاجات يعني؟ انا بعرف اعمل اكلات. اكلات؟ تعملي ايه بقى؟ بعرف اعمل ملوخيه. يا لا لا والله لا يا فاطمه، وانا جايبه لك حاجه سهله على اساس ان انا بعلمك حاجه سهله وكده. ده ليفل الملوخيه ده ليفل صعب جدا، انا اتعلمته على كبر. وبعرف اعمل مكرونه كمان يا ولد. وبعرف اعمل سلطه التونه. بعرف اعمل كل حاجه. بجد زي سلطه التونه اللي هنعملها النهارده ولا مختلفه؟ طيب عامه هي السلطات بتتعمل باشكال كتيره جدا جدا جدا. سلطه التونه بتتعمل باشكال كتيره جدا 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 جدا. بس انتوا ما قلتوليش انتوا بقى بتعملوا حاجه في بيتكم ولا لا؟ لا اي حاجه تاكلي انت مكرونه بشاميل بس. وانت مفيش؟ لا. طب تعالوا نتعلم حاجه نعملها في البيت لماما، ايه رايكم؟ ماشي. حاجه سهله جدا ولذيذه جدا، والذ حاجه فيها انها ممكن تبقى فطار وممكن تبقى غدا وممكن تبقى عشاء وممكن تبقى سلطه مكمله مع وجبه كامله. سلطه التونه اللي مليانه كالسيوم. اي سمك عندنا اي حاجه من البحر بيبقى فيها كالسيوم مهم جدا ولذيذ جدا. فاحنا بقى ايه جايبين تونه النهارده علشان فيها كالسيوم حلو. بيعمل ايه بقى الكالسيوم ده؟ حد عارف؟ حد عارف الكالسيوم بيعمل ايه؟ بيقوي الجسم طبعا. بيقوي الجسم، بيقوي العظم طبعا والاعصاب والعضلات، بيخليك تعرفي تقفي تعملي اكل كده، بيخليكي تقفي تعملي طبعا اكل، وبيحمي طبعا الكبار من امراض القلب بعد الشر وكده. وهنعرف بقى ازاي بتتعمل التونه السهله دي. نصيحه بقى يا بنات، ان اي سلطه في الكون كل ما تزيد الالوان بتاعتها كل ما الفوائد بتاعتها تبقى اكتر. فاحنا عندنا النهارده مبدئيا يعني دول. ممكن احط اي كلر عادي؟ طبعا كل الخضار، كل ما تزودي خضار الوان اكتر كل ما ينفع. وهنشوف بقى النهارده احنا معانا ايه. معانا تونه مبدئيا، ايه رايك تساعدينا بقى تجيبي المعلقه جنبك؟ يلا حطي انت التونه هنا. وهنعمل برده كمان عصير موز النهارده. عارفين ازاي بيتعمل؟ مش عارفه اعلمك. ماشي اوكي. تونه، جبنا تونه اهي سهله جدا التونه. شكرا. نقوم حاطين التونه بتاعتنا اول حاجه كده اهو. ممكن معلقه يا فطومه اسهل؟ حاضر اهي جنبك اهي. اوكي طيب حطينا ممكن دي التونه. ممكن دي طبعا. ايه رايكم نحط بقى بقيه المكونات؟ يلا أوكي. انا هسيبكم انتوا تحطوا. حط يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مشروم. يلا نحط شويه مشروم عشان نحطكم. ماشي حلو. نحط ايه كمان؟ فلفل. فلفل الوان. فلفل الوان في احمر. مش عايز تحطي حاجه؟ يلا حط. يلا حطي فلفل اصفر. وكل ما تزيد كل ما تبقى احلى. صح، كل ما نزود الوان كل ما تبقى احلى. عندنا ايه كمان؟ ذره. ذره. ذره الصفرة دي بقى ما اقولكوش ذره حلوه بتبقى عامله ازاي مع التونه. رهيبه. طيب تعالوا، ايه رايكم انتوا قلبوا دول؟ قلبوا انتوا دول كده، قلبوها لغايه لما ايه نجهز العصير بتاعنا. قلبوها يا بنات. هنا بقى عندنا ايه؟ عندنا عصير موز ها، وعندنا لبن. تعالي كده هاتي لي الخلاط. ايوه شكرا يا حبيبي. يلا بينا يا استاذه نحط الاول ايه الموز. ايه رايك كل واحده تقشر موزايه كده؟ ده سهل بقى جدا، وسهل جدا ان احنا نعمله الصبح مثلا نشربه. واحلى حاجه ان الموز اول ما بيتعمل يتشرب فريش، علشان وهو فريش بيبقى احسن، وبالذات بقى جنب سلطه التونه. يا سلام بقى جنب سلطه التونه او جنب اي حاجه. عامه الموز فيه حديد وفيه بوتاسيوم وفيه نحاس ومغنيسيوم، وبيدي طاقه رهيبه جدا جدا جدا، وبالذات لو هو فريش. طبعا بالذات ان هو فريش. كل الناس الرياضيه بتاكل موز عشان بيدي طاقه وفي نفس الوقت بيحافظ على الوزن السليم. طيب البنات هنا عارفه تعمل ايه؟ موزه كمان عادي، كل ما نزود موز كل ما يبقى احلى. والبنات هنا بتقلب. حلو، قلبنا حبه حلوين. شكرا يا بنات. نيجي للسلطه بتاعتنا. يا سلام يا سلام. تعالوا نحط بقى شويه توابل. شكرا يا ست البنات. نحط دول هنا كده. بس انا حاجه في المطبخ بقى ديك عشان مامي ما تزعقش. لسه كنت هقول كده يا فاطمه، والله من غير لما مامي تزعق اهم حاجه ان احنا ننظف حوالينا، علشان اولا ما ينفعش ان احنا نبقى بنطبخ حاجه واحنا حوالينا مش نضيف. ثانيا طبعا عشان نساعد مامي، مش معنى ان احنا بنساعد مامي ونطبخ ان احنا نخرج بقى ونسايبين المطبخ فوق بعضه ومامي تفضل تلم ورانا. صح؟ وطبعا تيجي تزعق. تزعق وهتتضايق. طيب ايه رايكم نحط شويه توابل؟ ما يخسرش. ملح مثلا، نحط شويه ملح من كده عشان الكميه بتاعتنا حلوه. وبيبر. وبيبر اللي هو الفلفل الاسود. نحط فلفل اسود. وكمون. وكمون شطاره والله يا ست البنات. ونحط والكمون كمان. بقى كمان بيدي طعم. كمون بقى بيدي طعم وبيريح البطن. وبيعمل حاجات بقى رهيبه جدا ومفيد جدا 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 الكمون ده.
نحط شويه كمون حلوين ما يضرش، احسن من الملح والفلفل، وبالذات بقى لو معاهم بقدونس كده هيدي طعم خرافي. يا سيدي انا فطومه شاف صغيره وعندها ايه، عندها طبعا. طب ايه رايكم نقلب يا بنات؟ يلا قبل ما نحط البقدونس بتاعنا، انتوا اخبار الدنيا عندكم ايه؟ حطينا الموز، هنحط ايه بقى؟ هنحط اللبن. لبن صح، ايه رايكم كل واحد يحط كوبايه لبن؟ يلا بينا هنحط ده مبدئيا لبن مش عادي، ده لبن رايب. قولوا لي ليه؟ اولا مفيد جدا، ثانيا بيدي تكستشر للعصير وبيخليه يبقى تقيل كده وحلو، يعني اللبن ويبقى كانه سموذي. بنحط 2 كوبايه لبن رايب وكوبايه لبن عادي. طيب ايه الحلو ان احنا نخلي فيه برضو طعم حلو قبل ما نخلطه يا استاذه حبيبه؟ طبعا بنحط ايه ده بقى اللي في ايديكي ده؟ دي اسمها قرفه. اسمها قرفه. نحط شويه صغيرين شويه بصوابعك كده الحلوين دول، ممكن احط شويه كمان عشان يدوا تيست حلو. ايوه حلوه قوي قوي قوي. قبل ما نخلط في الخلاط لازم نتاكد ان هو محطوط كويس، ده مهم جدا، ونغطيه. الغطا اهو، غطيه يا ليلى. اوكي ونبتدي نضرب في الخلاط على يا سيدي. هنا بقى انتوا ايه، قلبتوا ولا لسه؟ قلبناها خلاص. ماشي خلاص، بتهيألي كفايه كده. حلو قوي كده. احنا بقى عندنا سموذي، البنات الحلوين دول مجهزينه، تقدروا بقى تجهزوه وتحطوه كده ايه في الكوبايات دي عشان ندوقه بعد ما نخلص. هنا بقى السلطه بتاعت التونه بتاعتنا. يا سلام يا سلام، لا ده ليمون. يا سلام لو نحط عصير ليمون علشان يدي طعم حلو. ممكن ندي مثلا معلقتين عشان حاطين كميه كبيره. الليمون مش بيخسر ابدا، وفي فيتامين طبعا. و انت قلتي زيت زيتون من شويه. ايوه معروفه. انت هاتي بقى زيت الزيتون، عارفه ايه الفرق بينهم؟ ايوه شاطره والله العظيم، وعرفت الفرق وجابت زيت زيتون. والزيت الزيتون بقى يديله طعم وريحه حلوه. طبعا يديله طعم وريحه حلوه، ويخليها كده ايه بلندد كده مع بعضها. يا سلام، نقلب التقليبه الاخيره يا بنات. شكرا يا استاذه. بس تحطي الكميه على يا سلام على الشطاره والحلاوه. ماشي مش مشكله، هننضف الحته النقطتين دول. يا سلام يا سلام. طيب ايه رايكم بقى نزين الكوبايات بتاعتنا؟ اوكي هنعمل ايه؟ هنحط من القرفه دي شويه كده فوق. يلا ايه رايك يا لوليتا؟ حطي حبه هنا وانت حطي حبه في الكوبايه بتاعتنا. يلا ماشي، والناحيه الثانيه كمان. احنا هنا خلصنا؟ ريحتها يا جماعه رهيبه. ايه رايكم بقى نحط دلوقتي البقدونس اللي الاستاذه فاطمه قالت عليه، ونقلب كمان تقليبة أخيرة كده. السلطة بتاعتنا بقى فيها إيه فاكرين؟ بقى فيها كالسيوم. لا فاكرين إيه المكونات؟ طبعًا. إيه قولوا يلا. فلفل ألوان. وتونة. وذرة. وملح وفلفل وكمون. وفلفل ألوان. وبقدونس ومشروم. صح؟ وزيت زيتون. وزيت زيتون. ممكن نزود زيت زيتون كمان؟ أوكي. وإحنا بنطبخ بقى بنعرف إذا كنا إيه؟ عايزين نزود حاجة، ننقص حاجة. بس لازم تحطي على بس أنا عايزة أقول لكم حاجة، الموضوع سهل جدا يا بنات صح؟ يعني تقدروا تعملوا الأكلة دي في البيت؟ طبعًا. ومن غير على نار. من غير على النار كمان، ما بنستخدمش فيها نار خالص. بنخلي بس ماما تفتح لنا الكان اللي فيها التونة وتقطع لنا الخضار لو إحنا صغيرين شوية زي الأستاذة ليلى، بس فاطمة بتعمل ملوخية فتقدر تقطع الخضار عادي. وكمان بتبقى لذيذه، طعمها حلو، مفيده وسريعه جدا. دول بقى استني بقى تلزوم بقى ايه الترويق. احنا عملنا هنا زينا العصير بتاعنا، نزين الطبق بتوعنا كده، نحط في النص كده ايه عشان التزيين، بتبقى السلطه شكلها كده حلو. محتاجين التوابل كده، احنا مش محتاجين التوابل دول، نحطهم كده. وممكن على فكره تجيبوا شوك بسرعه وندوق حاجتنا الحلوه دي طعمها ايه، علشان قبل ما نخلص نبقى متاكدين ان احنا عملنا اللي علينا. ايه رايكم؟ يلا دوقوا العصير مبدئيا انتوا، كل واحده تدوق اللي عملته بقى. يلا بينا خلصنا. ايوه شوك 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 اهي، اتفضلوا كده. يوم يوم قوي. انا هدوق عامه اتاكد. دوق بقى، دوق بقى وقولوا لي مين بيحب فيكم بقى مدرسته. انا طبعا. بجد؟ طب مبسوطين ان احنا رجعنا المدارس؟ طبعا. بجد؟ طب ايه رايكم واحنا بناكل الاكل الحلو ده نروح نحتفل بالمدرسه بتاعتنا ونسمع اغنيه حلوه جدا 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 جدا، وتبقى اخر حاجه عملناها النهارده. طعمها حلو قوي يا بنات صح؟ جدا. طعمها حلو قوي 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 وسهل قوي يا جماعه. هنروح بقى
ونشوفكم في رحله جديده المره الجايه مع بنات وولاد حلوين. شكرا يا بنات، شكرا، باي باي.